ازيكم يا حلوين، جيت لكم فيديو جديد. بس قبل ما تروحي على الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، تعملي لايك وكومنت حلو. زيك النهارده بقى هنعمل مع بعض روتين قبل رمضان، تنظيم درفه الخزين ودرف ورف المشروبات مع بعض كده، نظبطهم عشان بقى قبل رمضان نجيب حاجات ونحطها على نظافه. يلا بينا نبتدي. زي ما انتوا عارفين بقى انا كنت عامله الدرفه اللي فوق البوتاجاز على طول، كنت عاملاها فيها رف للمشروبات اهو ده كده، بس مش عاجبني وملوش اي لازمه بصراحه، فقلت بقى ده الصالونه فوق البوتاجاز على طول هعمله رف للخزين، مكرونه للرز الشعريه الحاجات دي. وكنت عامله الدرفه اللي جنب البوتاجاز اللي هي الرفيعه دي على طول كنت عاملاها للمكرونه والحاجات دي، بس مش نافعه رفيعه وبحط حاجات تانية بره وكده، فانا مش عايزه كده. فكل ده كده هنرتبه مع بعض وهخلي دي للمشروبات، ونزود طبعا لما نجيب حاجات رمضان ان شاء الله هوريها لكم، وهعملها بس للمشروبات والحاجات دي. وكل الحاجات دي كده هنحطها في منظمات ونحطها في الدرفة التانية. يلا بينا بقى نبتدي. انا بقى فضيت هنا المكان خالص تمام عشان انزل بقى كل المشروبات والحاجات، وفضي الرف خالص والمنظمات دي اللي هنظم فيها الحاجة. طبعا وريتها لكم في فيديو المشتريات. ناخد بقى كده نفضي الرف ده تماما، كل اللي فيه كده ينزل، وهننظم كل الحاجات دي، وهنجيب طبعا حاجات زيادة عشان رمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين. كده خلاص اهو انا فضيت الرف خالص، نبتدي بقى بتوشي واقع هنا اهو، نبتدي بقى ننظف كل ده كده في تنظيفة ونظبط الدنيا، نمسح بقى وننزل كل الحاجات دي. هو نظيف مش محتاج دعك ولا محتاج اي حاجة، هو بس ايه لو فيها حاجة واقعة بس ولا حاجة زي شاي كده هننزله خلاص. هنا كده مسحته خلاص وبقى زي الفل، وفرشت فيه المفرش تمام. نظبط بقى الحاجة كده بقى، انا طلعت كل الحاجة اللي عندي، وفي ورقة وقلم بقى عشان اكتب الحاجة اللي ناقصاني تمام. ننظم بقى كده مع بعض. ده كده تمام. خلاص كده هو انا نظمت المكونات اللي احنا كنا جايبينها. نفضي بقى الدقيق كده في علبة الدقيق، العلبة دي جميلة جدا، فضي كيس الدقيق كله. كده خلاص نقفلها بقى، نمسح بس شوية الدقيق اللي وقع مننا دول. ده
دول بقى البطرمانين الازاز دول انا بحط فيهم واحد لسان عصفور وواحد شعريه، انا مفهومش اي حاجه. ممكن بقى الصغير ده بحط فيه الفاين فود، ولو في اي حاجه يعني ما في ملح كده الحاجات دي. تبقى ده كده على جنب وجنبيهم الملح. بكيس اندومي كده فحطيته، وفضينا بقى منظم تاني كده نركنه على جنب نعمل بيه اي حاجة تانية. كده بقى هنرص الحاجة في الضفة. عمليين جدا على فكرة المنظمات دول، خدوا حاجات كتيرة جدا وشكلهم بيبقى احلى في الضفة عن ما تحطي الاكياس كده من غير اي حاجة. منظمين كده وحلوين. وعايزة لو عايزين نكمل فوقيهم عادي مفيش مشكلة، يعني مش هيقولونا لا. عايزة بقى انت حاجة من اي منظم فانت تروحي شداه وجايبة منه اللي انت عايزاه ومرجعاه تاني. جيت بقى احط علبة الرز، ما لقيتها للأسف الرف رفيع مش هتقف فيه فهحطها في الرف اللي تحت. علبة دي بقى كده هحطها. حط دول كده على جنب عشان بنستخدمهم كتير، وعلبة دي نخليها لورا. تعرفين دي مش بنستخدمه كتير زي لسان عصفور والشعرية والحاجات دي. وديت علبة النشا بتاعها ورا خالص، مش بستخدمها غير يعني كل فين وفين فمش ليها لازمة كتير. حط بقى المنظم الصغير ده كده قدام. خلاص كده كده الضفة دي خلصت. اهو كده بصوا منظمه وشكلها احلى واروق بكتير. هناخد اللي احنا عايزينه منها وهنرجعه تاني، ولا فيها بقى اكياس ولا حاجه تقع ولا اي حاجه. نجي بقى للضفه دي، شلت خالص المفارش منها، نمسحها كويس. هي برضو نظيفه وما فيهاش اي حاجه، ساعد تمسح بس لو حاجه وقع فيها مش اكتر. نمسحها بس كويس وخلاص. لقيت المفارش عايزه تتمسح فايه مسحتها الاول وبعدين ايه رحت فرشها على النظافه. ان شاء الله هبقى اجيب بس على العيد ان شاء الله اجيب مفارش جديده ونفرشها برضو مع بعض. نبدا بقى نرص المشروبات كلها اللي معندنا. حط بقى النعناع والحلبة واليانسون والشاي والقهوه واي حاجه عندنا. الشاي الاخضر حط بقى اي مشروبات احنا بنشربها في الرف ده. والستيكر ده بصراحة مريح جدا، مكتوب عليه الحاجة يعني اللي عايز حاجة مش هيقعد يفتح ويشوف ايه اللي فيه، لا عارف مكتوب عليها فهيبقى عارف هو ده ايه. احطه من ورا عشان ايه انا مش بستخدمه كتير فخليه من ورا. بس خلاص كده اهي الرف الاولاني خلص، بقوا منظمين كده وقريبين كمان. وده بقى المنظم ده حطيت فيه كل الاكياس الكابتشينو والهوت شوكليت والحاجات دي،
والكيس بتاع الشاي بقفله كده بمشبك عشان ما يتجلش. دي علبة كاكاو بقى، كيس بن، اي حاجة بقى من اللي هي الاكياس احطها في الرف ده. علبة النسكويك. يا بنتي اللي هتفرح جدا بالنظام ده، لان طبعا هتبقى النسكويك قدامها كل شويه هتروح وتعمل منه، لان الرف الاولاني كان بيبقى عالي قوي عليها ما كانش بتعرف تعمل حاجه منه. كده اهو بعد ما خلصته كده شكله بقى احلى. الرف بقى اللي تحت ده هحط فيه علبه الرز عشان لقيتها طويله قوي على الرف اللي فوق. الرف اللي فوق رفيع فما كانتش نافعه فيه، وهي كانت هنا كده كده ف مش فارقه يعني لما تحط هنا يعني كده كده الرف اللي تحت ده هيبقى فوق. لقيت بقى شويه بيضه صار وقلت احطهم في علبه ودمهم خفيف. العلب يا جماعه بتنظم الحاجه جدا، احسن كتير من الاكياس والحاجات دي، بيبقى شكلها حتى اشيك في الظرفه. جيت احطها هنا لقيت مش هيبقى شكلها وحش، وكمان خلاص الرف كده كفايه عليه قوي، فهشيلها خالص من هنا واحطها في الرف اللي تحت. كده بصوا شكل بقى الرف بعد ما خلص. بصوا العلب فعلا شكلها بيدي شكل الدرفة جميل، احسن من ان انت ترمي الاكياس كده وخلاص. هنا برضو بصوا الرف بقى شكله حلو ومرتب كده، والحاجه كلها قدامنا. والعلبه اللي تحت دي بتاعت مكرونه الاسباجيتي فاضيه فحطيتها كده من ورا، بس هي حلوه على فكره. وطلعته هنا تاني عشان خاطر نسيت اللي هو الرز. كيس الرز بجيبه اللي هو 5 كيلو بحط منه في العلبه دي، واللي بيسيب بقفله كده بمظبط واحطه من ورا. نسيت خالص بزق، عشان كده بقى طلعت العلبة فوق وحطيت مكانها. هيبقى الرف ده يعني بتاع الرز بس. تمام قوي كده. جيت احطها هنا لقيتها طويلة والكيس قفل الدنيا فشلتها خالص. كده اهو خلاص شكل الدرفة بعد ما خلص. متنسيش بقى تعملي لايك.